السائل في أمريكا يقول بحثت في وظيفة الحلال ولقد استنفذت جهودي ووجدت العمل كمطعم اللحم ولكن سأضطر لطحن اللحم غير حلال هل يجوز قبول هذه الوظيفة وهل تعتبر هذه ضرورة؟ ما فهمت السؤال. يعني واحد يسأل في أمريكا يعني هو كان يبحث في وظيفة وما وجد إلا عمل كمطعم اللحم وفي هذه الوظيفة يعني لازم هو يطحن لحم ميت لحم غير حلال هل يجوز؟ لا 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 يجوز لا يجوز أن يعمل في صناعة المحرمات أو الاشتراك في المحرمات لا لا يجوز العمل نعم جزاك الله خير يا شيخ السائل